واصلت قوات حرس الحدود تنفيذ المهام المكلفه بها لتامين حدود الدوله والتصدي للمهربين والمخربين وللعناصر الاجراميه. وقد تمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي على كافه الاتجاهات الاستراتيجيه للدوله من تحقيق العديد من النجاحات. واصلت قوات حرس الحدود تنفيذ المهام المكلفين بها لتأمين حدود الدولة والتصدي للمهربين والمخربين والعناصر الإجرامية، وتمكنت قوات حرس الحدود خلال الشهر الماضي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة من تحقيق العديد من النجاحات، حيث تم ضبط 125,000 طلقة مختلفة الأعيرة و50 بندقية أنواع، منها الخرطوش وضغط هواء وبندقية صيد، وثلاثة هواتف للاتصال عبر الأقمار الصناعية، واكتشاف وتدمير 5 فتحات نفق، فضلاً عن مبالغ مالية كبيرة من العملات المصرية. وقد نجحت عناصر حرس الحدود في ضبط 75 عربة مختلفة الأنواع. وأثناء عمليات التفتيش والتأمين الدورية للسيارات والمركبات بالأنفاق والمعابر الحدودية، تم ضبط 1.5 طن من جوهر الحشيش المخدر، و500 كيلوغراما من نبات البنجو المخدر، و18 كيلوغراما من الهيروين، و10 كيلوغرامات من الأفيون، و200 كيلوغرام بذور من النباتات المخدرة، ومليون ونصف المليون قرص مخدر، وضبط 12 جهازاً للكشف والتنقيب عن المعادن، وستة أطنان من الحجارة المخلوطة بخام الذهب. وقد نجحت في إحباط محاولات للتسلل والهجرة غير الشرعية عبر الحدود ل2750 فرداً من جنسيات متعددة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة. وفي سياق متصل، تمكنت عناصر حرس الحدود بالتعاون مع الجيش الثالث الميداني وعناصر من وزارة الداخلية بتنفيذ حملة مكبرة للقضاء على الزراعات المخدرة في شبه جزيرة سيناء. وأسفرت الحملة عن اكتشاف عدد من المزارع بمساحات مختلفة لنبات الخشخاش والبانجو والهيدرو المخدر، كما تم ضبط 150 طنا من مادة البنجو الجاف، و70 طنا من مادة البنجو المطحون، وطنين من بذور البنجو، و906 كيلوغرامات من بذور الخشخاش، بالإضافة إلى ضبط 5 مصانع لصناعة وتدوير الحشيش، وخلايا طاقة شمسية، وسيارة دفع رباعي. هذا وتواصل قوات حرس الحدود ضرباتها القاسمة ضد الخارجين عن القانون، وتضييق الخناق على زارعي ومروجي تلك السموم بالبلاد، وفرض سيطرتها الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.